أهلا وسهلا طلابنا الأعزاء، صف الأول قسم الهندسة الإلكترونية والاتصالات بجامعة النهرين، وياكم دكتورة أمينة محمود بكورس الـ AC Circuit Analysis. بالمحاضرة السابقة أخذنا بعض التعريفات، راح نجي نكمل على هذه التعريفات بعض المواضيع المهمة. أول موضوع راح ناخذه بهذه المحاضرة هو الساين ويف. الساين ويف نستخدمها بالدوائر الكهربائية AC Circuit Analysis، لأنه شكل الموجة هذه الساين ويف ما يتغير ويا الأحمال اللي تكون من نوع الـ R L C. فإذا أنا دخلت التيار شكله ساين ويف أو موجة جيبية، راح تكون شكل الفولتية اللي تطلع لي بالأوتبوت شكلها راح يكون همينة حيكون ساين ويف. فإذا ما راح تتأثر المكونات، ما تأثر المكونات اللي موجودة بالدائرة على شكل الموجة الخارجة. راح نجي على الساين ويف، كلكم تعرفون بأنه الموجة الساين ويف يعني موجة جيبية، راح تكون شكلها سيمتريكال على الإكس أكسس. الإكس حتكون هنا أنا الزمن، وممكن أنه تكون هذا الإكس أكسس راح تمثل لي زمن، راح تمثل لي ديجري اللي هي الدرجات، أو بالراديوس، أما تكون بالديجري أو بالراديوس. اما الام هذا الشكل حيكون عندي الالترنيتنج، شكله الالترنيتنج او انستانتينوس فاليو اوف ذا كرنت. فاذا عندي هنا قيمه التيار تتغير ويا الزمن او ويا الدرجات اللي موجوده عندي على الاكس. الثانيه هي موجه الكوساين. كوساين احنا نعرف الفرق بين الكوساين والساين هي ايش قد 90 درجه. فاذا كانت عندي هنا موجه الساين تبدي لي بالصفر، هنا موجة الكوساين راح تبدي ماكسيموم وين؟ بالصفر، وهنا بهذه النقطة راح تكون عندي صفر، وهنا حتصير ماكسيموم بالنيجاتيف وترجع صفر بهذه النقطة. طبعا هنا الزمن اللي عندي ممكن انه اخذه بالدجري، يعني حتكون هذه 0 دجري، هذه 90 دجري، هذه 180 دجري، هذه قد 270 دقري، وهذه 360 دقري. ممكن انه اخذ مكان الدقري اخذ الراديوس. شلون احول من الدقري الى الراديوس؟ كنا نعرف بانه السيركل هذه اذا كان عندي هذه هي سيركل والراديوس مالتها ار، هذا اسميه المحيط او السيركونفرنس. ايش قد قيمه السيركونفرنس؟ شي يساوي لي 2πr. فإذا حتى أطلع طول المحيط لازم أضرب الراديوس في 2π، فإذا حتى أطلع السيركونفرنس عندي 2π شي يساوي لي 360 دقري، يعني حتى أكمل السيركونفرنس كامل لازم عندي 2πr. فـ2πr شكد عندي قيمتها بالراديوس؟ تعادل لي 360 درجة. الـ 1 radius اللي هو هذا شي عادل لي هنا؟ يعادل لي 57 radius، شي عادل لي هنا 57.3 degree. يعني هذه هنا الـ radius يعادل لي هذه هنا 1 radius. حتى احول من الدجري الى الراديانس فعندي قوانين يساوي لي 1 في عدد الدجري، يعني عندي دجري اضربها في باي اوفر 180 راح تطلع لي بالراديانس. بالدجري عندي شلون احولها من اذا كان عندي بالراديانس ارد احولها الى الدجري؟ حيساوي لي اعكس هذا القانون 180 over باي في الراديوس. فاذا العمليه تكون عندي معكوسه، هنا انا راح اضرب في 180 على باي في الراديوس حطلع لي اياها بالدجري. فلو كان عندي هنا 90 دجري اريد احولها للراديوس، فاذا بالراديوس حتكون عندي تساوي لي بالراديوس اضربها في باي اوفر 180 في 90 دقري
راح تطلع لي باي اوفر 2. لو كان عندي هنا 45 هنا حتكون عندي بالراديوس راح تساوي لي باي اوفر 180 في 45 ديجري تساوي لي باي اوفر 4. لو كان عندي هنا باي اوفر 3 اريد احولها الى الدجري ايش راح تساوي لي هنا 180. هستخدم القانون الثاني يعني هاي بالراديوس اريد احولها بالدجري اوفر باي في باي اوفر 3 راح تساوي لي هنا 60 ديجري. لو كان عندي 3 باي اوفر 2 اريد احولها الى الدجري حتساوي لي هنا 180 اوفر 5 لان هي بالراديوس اريد احولها الى الدجري 3 باي اوفر 2 حتساوي لي هنا 270 ديجري. ممكن لو كان عندي هذه شكل الموجة اللي هي هذه الموجة هنا حتكون ساين ويف. ساين ويف مهما كان هنا عندي الاكس اكسس هو الزمن وعندي الواي اكسس هي راح تكون كرنت سمول اي سمول في او P, small p او استرا او اي كمية متغيرة ويا الزمن. بما انه هي متغيرة والزمن احنا قلنا لازم اسويها small letter. راح اجي اقول اذا ردت هذه القيم مالت الزمن من بالراديوس فاذا هاي حتكون عندي هنا 0 هذه باي اوفر 4 اللي هي 45 تعادل لدرجة هذه باي اوفر 2 اللي هي 90 ديجري هذه هنا 3 باي اوفر 4 هذه هنا 2 باي تعادل لي 180 وهذه هنا تعادل لي 3 باي اوفر 2 وهذه هنا 2 باي. فإذا ممكن انه الزوايا اللي كانت عندي بالساين ويب احولها الى الراديوس راح تكون هذه الستاندرد ديجري بالراديوس او زوايا اللي بالراديوس بالستاندر حتكون باي اوفر 4 باي اوفر 2 3 باي اوفر 4 باي 3 باي اوفر 2 و 2 باي اللي تمثل لي 360 درجة. الساين ويف ممكن انه اشتقها من سيركل عندي معينة هذه سيركل وهذا هو الراديوس مالت هذه السيركل. عندي هذا الراديوس ديفتر او يدور بسرعة معينة يدور عندي بسرعة معينة فكل نقطة يوقف بها هذا كل نقطة على السيركونفرنس مالت الدائرة راح تمثل لي موقع وين بالساين ويف. فإذا هو طول مالته هذا الار ثابت حيكون لكن الموقع مالته هنا بالزوايا كل زاوية هنا راح تمثل لي شكل معين يعني هنا اسميها الفيكتور بروجكشن للار ويا الزمن اللي حيفتر بي يعني الار ويا الزمن. فلو جيت مثلت هذا الار عند كل موقع من المواقع اللي دي يسوي بها دوران على الدائره راح نجي ناخذ الموقع الاول اللي هو كان عندي هاي هي الدائره وهذا هو الار راح اجي اسوي البروجكشن مالت هذه الار على اليمين على الاكس اكسس. البروجكشن الاول شي يساوي لي الار في ساين ايش قد هذه الزاويه 0 شي يساوي لي ار ساين 0 ايش قد 0 فاذا 0 راح اجي ارسم باول بروجكشن هذا ويا الزمن هذه قيمة البروجكشن هنا 0 بالزمن 0 هنا t equal 0 ايش قد p1 تساوي لي 0. بالنقطة الثانية عندي ال r تغير مكانها صارت هنا هذه ال r
البروجكشن مالتها اللي هو هذا من هنا ايش حيساوي لي؟ بي 2 ار اذا كانت هاي الزاويه 45 درجه ار ساين 45 درجه، يعني 45 مالتها الساين ايش قد؟ 1 اوفر روت سكوير اوف 2، فاذا حيصير ات 2 ايش قد ادي؟ البروجكشن بي 2، فاجي ارسم بالزمن تي 2 البروجكشن عندي ايش قد صار عندي؟ بي 2، هذه هنا قيمتها بي 2، فاذا تحركت خلال زمن من تي 1 الى تي 2 تغيرت من الصفر صارت وين؟ صارت هنا، فاجي ارسم الموجه اوصل بين هذه النقطه وهذه النقطه، اكرر العمليه. هسه راح يجي عندي بعدها ايش حيصير عندي؟ تغير الراديوس، تغير صار مثلا خلينا نقول بالتسعين درجة، بالتسعين درجة البروجكشن مالته ايش حيصير؟ الار ساين الناينتي ديجري، ناينتي ديجري ايش قد الساين مالتها؟ واحد، فإذا تساوي لي ار، يعني بالزمن تي ثري بي ثري تساوي لي ار. أجي هنا أنا أرسم هذا بالزمن، بالزمن تي 3 اللي هو خلينا نقول هذا صار البروجكشن قد صار عندي؟ صار عندي هنا بي 3، فخلينا نقول هنا صار بهذه النقطة. راح اجي عندي انا بتي 1 صفر، بتي 2 عندي هذه القيمة، فاذا الموجة تحركت ثلاث حركات من الصفر و الى هذه النقطة، هذه هي مات، هذه النقطة سقطتها هنا، وهذه النقطة عندي نقطة البداية، وهذه النقطة هي النقطة الجديدة اللي حصلتها. اجي اكمل بالنسبة الى باقي الزوايا، نكمل باقي الزوايا. من عندي هذا الار تغير صار خلينا نقول هنا بهذا الموقع 135 درجة، اجي البروجكشن مالت هذا ايش حيصير عندي؟ راح تبدي هنا الزاوية يتغير الساين مالته، بعد ان كان واحد راح يبدي يقل، فايش حيصير عندي هنا البروجكشن مالتها؟ بي 4 شو يساوي لي؟ ار ساين مثلا خلينا نقول هي هاي ايش قد الزاوية؟ 135 درجة، راح يطلع لي بي 4، يعني بالزمن تي 4 راح يطلع لي هنا البروجكشن بي 4. راح اجي هنا ارسم البروجكشن مالتهم هنا ويا الزمن، ايش حيصير عندي هنا؟ هذه نقطة التي نوت، هذه التي 1 وهذه تي 2، تي 1 وهذه تي 2 وهذه تي 3 وهذه تي 4 اللي طلعتها. بما انه عندي 135 مالتها اقل الساين اقل من واحد، فاذا ايش حيصير عندي؟ هذه النقطة طلعناها وهذه النقطة وهذه النقطة هي 90، راح يبدي هنا شو يصير عندي بالتي 4؟ التي 4 راح يبدي هنا بعد ما كان واحد راح يبدي يهبط شكل البروجكشن بهالشكل هذا. راح نجي نكمل بعدها خلينا نقول زاوية 180 اللي هي هنا الار صار بهذه النقطة، فايش حيصير عندي هنا 180 بي 5 شو يساوي لي؟ ار ساين 180 يساوي لي 0، لأنه 180 ساين مالتها ايش قد؟ 0، فايش حيصير عندي هنا الشكل؟ راح يكون عندي شكل الموجة بهالشكل هذا. راح اجي انقل النقاط اللي عندي، هذه هي تي 1 تي 2 تي 3 وتي 4 وتي 5، اجي انقل نفس النقاط هنا بالتسلسل ايش قد صارت قيمتها، وين صارت ادي ماكسيموم؟ هنا صارت ادي ماكسيموم، بعدين رجعت تبدي تنزل بالتي 4 الى ان وصلت الى التي 5 صارت عندي 180 ديجري، يعني هنا عندي هذه باي اوفر 2 او 90 درجة،
هذه عندي هنا أنا الباي أو ال 180 ديجري، فإذا صار عندي نص موجب. إذا أجي أكمل بعد ال 180 درجة، راح أجي أكمل باقي الشكل إلى أن أوصل إلى ال 360 درجة. راح أجي مثلا خل أقول هذه الزاوية اللي عندي، اللي هي هذه الزاوية اللي عندي. بعدها راح أجي أكمل، راح أقول مثلا عندي صارت عندي الزاوية 270 درجة، عندي 270 درجة. راح أجي أرسم البروجكشن مالتها نفس الطريقة ويا الزمن، بما أنه أنا عندي بال 270 درجة راح يكون عندي الساين بالنيجاتيف، فش حتطلع لي هنا على البروجكشن ال P5 F6 راح يطلع لي R ساين 270، ودي هو حيكون عندي بالسالب، فمعناتها راح يطلع لي البروجكشن هنا حيكون عندي بالسالب. فشون حيكون شكل الموجة عندي؟ حيكون هنا أنا أنقل هذول النقاط نفسهم T1 و T2 و T3 T4 و T5 و T6، حيصير عندي شكل الموجة بهالشكل هذا. راح يبدي عندي هنا أنا بال 270 يصير عندي ماكسيمم، هنا حيكون عندي ماكسيمم بالنيجاتيف. بعد البروجكشن الأخير راح يكون عندي لل 360، ورا ما أوصل لل 360 راح يرجع البروجكشن إلى نقطة الصفر. فإذا معناتها عن طريق هذه البروجكشن مالت هذه السيركل الآر مالت البروجكشن مالت الآر رسمت الساين ويف، معناتها أقدر أحول، فمعناتها أقدر أقول بأنه حولت هذا الراديوس اللي يدور بسرعة معينة خلال زمن معين، حولته إلى شكل ساين ويف. فإذا ممكن إنه الزوايا اللي أخذها بالدائرة تتحول إلى شكل ساين ويف، وبالعكس إذا عندي ساين ويف أقدر أحوله إلى شكل دوراني بهالشكل هذا. وإذا كان عندي شكل دائرة وعندي فد راديوس يدور بسرعة معينة خلال زمن معين، راح أقدر أحوله إلى ساين ويف. من خلال هذا الكلام اللي سويناه راح نجي نقول بأنه هذا الراديوس إذا كان الدوران مالته بسرعة معينة، فيتغير الزمن اللي قطع الراديوس من هذه النقطة إلى هذه النقطة حسب سرعة الدوران اللي تخصه. يعني إذا كان دوران مالته سريع، فإذا الزمن اللي قطع من هذه النقطة إلى هذه النقطة راح يكون قليل. إذا قطع هذا من هذا الآر نقطع من هذه النقطة دوران إلى حد هذه النقطة، قطع مقدار زمن مقداره T1، ومن هذه النقطة إلى هذه النقطة قطع مقدار T2. سرعة دوران هذا الراديوس أسميها الأنجولار فيلوسيتي، الأنجولار فيلوسيتي، أنجولار فيلوسيتي اللي هي سرعة دوران نصف القطر هذا بالدائرة، وأسميها أرمز لها بالرمز أوميجا، الأنجولار فيلوسيتي سرعة دوران الأرو أو الراديوس هذا خلال هذه الدائرة. الأنجولار فيلوسيتي هنا شنو قانونها؟ راح تساوي لي هنا الديستنس، الديستنس اللي يقطعها على التايم. طبعا الديستنس هنا ممكن انه تكون ديستنس، ممكن انه تكون بالراديوس، ممكن انه تكون بالديجري، والزمن هنا راح يكون بالسكلام. نقدر نقول انه الاوميجا تساوي دي الالفا اللي هي الديستنس على التايم. فلو كان عندي موجة كاملة سايكل وان سايكل اريد اطلع لها الانجولار فيلوسيتي، الوان سايكل عندي ايش قد الزوايا مالتها 2 باي، الزمن مالتها ايش قد تي، فاذا الاوميجا راح تساوي لي الوان سايكل راح تساوي لي 2
2 باي اوفر والوحدات مالتها هنا راح تكون radius per second. فمن هذا القانون نقول انه اذا كل ما كانت عندي التاو قليلة راح تكون عندي السرعة هنا اكثر، يعني هنا العلاقة حتكون هنا عكسية، كل ما زمن الموجة او one cycle اقل حتكون عندي هنا السرعة اللي حتكون عندي اكثر. ممكن انه اكتبه بصيغة ثانية، بما انه عندي الفريكونسي شي يساوي لي 1 over tau، فاقدر اقول انه الاوميجا شي يساوي لي 2 باي اف. ومن خلال هذا القانون نقدر انه نقول بانه كل ما الفريكونسي يكون اعلى كل ما الانجولار فيلوسيتي راح تكون اعلى. فلو عملنا مقارنة بين عندي هذا السرعة الزاوية بين هذا الارو وبين هذا الارو، هذا سرعته 100 radius per second وهذا السرعة الزاوية مالته 500 radius per second والفريكونسي عندي هنا مالت هذه الموجة 1 over tau. فلو جيت على هذه الموجة، هذه هنا السرعة مالت هذه 5 اضعاف السرعة لهذه، فاذا التاو هنا معناتها اللي هي من هنا الى هنا راح اشوف انه الزمن عندي راح يكون اقل من هذا الزمن. فهنا حشبي تي يساوي لي هنا تي degrees لانه عندي الاوميجا ازدادت، الفريكونسي اللي هو منا الى هنا كم سايكل عندي، هنا عندي 5 سايكل لانه هذا اكثر 5 اضعاف السرعة مالته 5 اضعاف السرعة هذه، فهنا الفريكونسي راح يساوي لي هنا 5 سايكل بير سكند، يعني هنا 5 اضعاف، يعني اذا الفريكونسي شبي هنا حيكون عندي الفريكونسي هنا انكريز، فإذا زادت السرعة الفريكونسي يزيد وتي هنا يقل عن الموجة اللي قبلها. فمعناته كل ما أزيد السرعة تي تقل والفريكونسي هنا شبيه راح يصير يزيد، يعني تناسب عكسي ويا الزمن وطردي ويا الفريكونسي. السرعة هنا يعني تتناسب، نقدر نقول السرعة تتناسب ويا من ويا الفريكونسي على الزمن، يعني هنا تناسب طردي ويا الفريكونسي وعكسي ويا الزمن. عندي هذا الاكزامبل شو يقول، ديترمان ذا انجولار فيلوسيتي. انجولار فيلوسيتي هي شنو هي؟ يعني احنا قلنا الاوميجا اوف ا سينوسويدال هافينج ا فريكونسي اوف 60 هرتز، هذا الاف. انا عندي بالقانون شنو؟ الاوميجا تساوي لي مثل ما اشتقنا 2 باي F، يعني 2 باي 16 هرتز. فالانجولار فيلوسيتي هنا ايش راح تطلع لي؟ راح تطلع لي 377 radius per second. اذا الوحدات مالت الاوميجا هي شنو؟ هي radius per second. عندي هذا السؤال اللي بعده، يريد عندي determine the frequency and the period of the sinusoidal ويفهم شلون. يعني عندي هذه الموجة السرعة عندي منطيني اياها 500 radius per second، وريد من عندي اوجد الفريكونسي والتاو. بما انه انا عندي السرعة شو تساوي لي هنا؟ اوميجا تساوي لي 2 باي اوفر تاو، فاذا التي شو تساوي لي هنا؟ حتساوي لي 2 باي اوفر اوميجا 2 باي اوفر 15 radius per second. الزمن هنا راح يطلع لي ملي سكند، الفريكونسي 1 اوفر تاو 1 على في 10 اس ناقص 3، اذا راح يطلع لي هنا بهالحاله الفريكونسي يساوي لي 79.58 هرتز. السؤال اللي بعد عندي هنا، اذا كانت عندي الانجولار فيلوسيتي تساوي لي 300 radius per second، determine how long it will take the waveform to pass through an angle of 90 degree. فاذا معناتها عندي مطيني السرعة
ويريد من عندي ايش قد زمن، ايش وقت توصل الزمن اللي تستغرقه حتى توصل الموجة الى الموجة هذه عندي الى 90 درجة. فمعناتها اذا جيت هاي رسمت الموجة، ايش قد الزمن اللي هنا اللي تحتاج الموجة منا الى هنا حتى توصل الى 90 درجة. 90 درجة هي هنا. فاذا انا عندي القانون شي يقول لي انجولر فيروسيتي شي يساوي لي الفا اوفر تي بصورة عامة. اذا التي شو يساوي لي بهيجي حالة؟ الالفا اوفر اوميجا. طبعا الفا هنا هي الزاوية، الزاوية اللي موجودة عندي ايش قد الزاوية هنا راح اخذها بما انه السرعة مطينية اياها radius per second. اذا الزوايا لازم احولها الى شنو؟ الزاوية لازم احولها الى radius. فاذا 90 درجة هي ايش قد بالradius؟ تساوي لي باي اوفر 2 بالradius على السرعة اللي مطينية اياها هي 500 radius per second. فاذا يطلع لي هنا الزمن يساوي لي 7.85 ملي سكند. يعني هنا الزمن يطلع لي هنا حتى توصل الى 90 درجة طلع لي الزمن هنا 7.85 ملي سكند. السؤال اللي بعده يقول من عندي find the angle through which a sinusoidal waveform of 60 هرتز will pass a period of 5 ملي سكند. يعني عكس السؤال اللي قبله، هنا منطيني الزمن يريد من عندي الزاوية. بما انه اني منطيني هنا الاف منطيني اياها 60 هرتز، اكتب المعلومات اللي عندي، ومنطيني الزمن 5 ملي سكند، من الفريكوانسي ايش اقدر اطلع؟ اقدر اطلع الانجولار فيلوسيتي اللي هي تساوي لي 2 باي اف. انجولار فيلوسيتي ايش تساوي لي؟ 2 باي اف، يعني هنا 2 باي في 60. ومن عندها راح اجي اقول انه الاوميجا اصلا تساوي لي هي شنو؟ الفا اوفر تي، يعني الزاويه على الزمن. من عندها راح اقدر اقول انه الالفا تساوي لي تي في الاوميجا. تي عندي منطيني اياها 5 ملي سكند، 5 × 10^3 في 2 باي في 60 اللي هي الاوميجا، راح يطلع لي هنا الالفا تساوي لي 1.885 radius. فاذا تطلع لي هنا الالفا تطلع لي هنا بالradius. في الحالة راح تطلع لي بما انه الاوميجا هي radius per second، اذا هنا الالفا راح تطلع لي 1.885 radius.